ايوه رؤوف يا خاينه، مش مكفيك اصحابي اللي خنتيني معاهم كمان بتخنيني مع السواق بتاعي؟ مش بتاعك يا رؤوف، ده بتاعنا. وبعدين ده كان معلمني السواقه. ده انت لازم تموتي. لا يا باشا، كنت بعلمها السواقه ده، حتى ما تجيب لي اولاني والتاني زي الفل. انا لازم اقتلك. انا كروب بيه، انا اللي هقتلها. لا انت ولا هو، انا اللي هقتلها. انتوا لسه هتتعزموا على بعض؟ اخلص بعد جمله بتخونيني مع السواق بتاعي. تمسك المسدس كده وتقوم زرفها طالعه من عينيه. هي مين دي اللي عايز تزرفها يا وديع؟ حبيبي قلبي باشا بلوزه يا اخواتي ماشيه. اتنشفي حبيبتي اتنشفي. ايه ده، ده انت كنت منوره يا عدسه النهارده حبيبي. ازيك يا وديع؟ باشا الحمد لله على السلامه يا باشا. عايز تقتلنا الحته اللي فاتحه بيوتنا يا وديع؟ ده مشهد الفينال يا باشا، انت مش قريت السيناريو؟ هقرا لك 100 صفحه يا وديع، شايفني صايع؟ انت مش قلت لي انها تخون جوزها مع كل اصحابه؟ مره في الحمام، مره في بير السلم، مره في اوضه النوم، لكن ما قلتليش انها هتتقتل يا حبيبي. حصل يا باشا، وفي 36 مشهد خيانه اتصوروا على ايدك الكريم. 36 مشهد؟ يعني الست عامله احلى واجب معانا تقوم تتقتل يا وديع؟ اخس، دي قصص في الدراما يا باشا. يعني ايه؟ الخاين في النهايه لازم تحصل له عمليه تطهير. وتفتكر الرقابه هتوافق؟ دي في العياده، تطهير هنا معناه الجزاء والعقاب. مات الكلام يا وديع، النهايه دي لازم تتغير. منيا ما تموتش طول ما انا على وش الدنيا. بس ما بسش يا بابا، اقول لك اقتل العيال دي بلاش قرف. استاذ مشاعر شهوانيه منحرفه قذره 98 7 تاني مره. كل رجاله وحشين، بس اعمل ايه؟ بحبهم. عاملك يا وديع لمساء الفضول. لا باشا باشا، ده نفذ النجمه بعناية. طيب يا عم انا قلت بعناية مش طالب. منى صاروخ السينما القادم، ايه شعورك وانت في افتتاح فيلمك الجديد وبتحتكي بجمهورك؟ شعور لذيذ موت، وكان نفسي فيه من زمان. مش كفاية حك يا عم الحك. ايه ده لوك جديد يا نجمة ولا ايه؟ ده اختراعي انا، اخترعته لاني انا الوحيد اللي كل بطلاتي بيتعرضوا للتحرش. ولعلمكم انا معايا براءة اختراع باسمي. استاذ سهيل، تفتكر نوعية افلامك دي ممكن تعيش؟ اذا كان البني ادمين الثابت موت، افلام اللي انت عايزاها تعيش ينفع كده برضو؟ على فكرة وشك فيتوجينيك قوي. تهاني حبيب قلبي، حضرتك قلت إن شباك التذاكر هو المقياس الفعلي لتقييم الفيلم بغض النظر عن نوع المادة اللي بيقدمها؟ عمر بص يا باشا، هو قصده يعني إن الفن الهادف مش لازم يجيب فلوس، على أساس يعني إن الفن رسالة. رسالة؟ لا الكلام ده بقى تقوله في مستشفى 57. نايت الوديع، هل الله حد يقرب لها؟ هل ده وديع؟ هل لا؟ الفيلم اللي ما يجيبش فلوس ده يعني لا مؤاخذة الست اللي ما تخلفش عيال. عشان اكبرها. هو انت فاكرها حلوه؟ زي العسل.
البنطلون اللي كنت لابسه فين يا عسل؟ بسقعه في الفريزر، بشمسه في البلكونه، شايفني واقفه قدام الغساله بغسل، هكون بعمل ايه؟ طبعا حطيت بنطلونك في الغساله. يخرب عقلك، الفلوس، الفلوس في جيب البنطلون، مش تدوري كويس فيها؟ مجنونه انت. انا مجنونه؟ سيب هبوظ الغسيل. قولي هبوظ الغسيل. مش يولع الغسيل وتولع انت كمان قبليه. بقول لك ايه، لمي سقك واحترم نفسك. اديك اهو بتقول ان انا مجنونه، ما تخليش اطرقع لك. عاجبك كده او الغسيل بل. يا نهار اسود، يا نهارك اسود. ايه في؟ حصل ايه كده؟ منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا الهام يا بنت كوثر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا الهام يا بنت كوثر. بتحاسبني على اختك البكر العذراء؟ هي دي الرجوله يا وديع؟ انا مش عارف ربنا هيفضل باليني بيك لحد امتى يا رب. مفيش واحد ابن حلال ولا حتى ابن حرام يتجوزك ويخلصني منك. يسمع من بقك ربنا. وديع وديع. عايزه ايه من سزفت؟ معكش فكت 100 جنيه مبلوله. اهي لطفتك دي اللي مأخراك عن الجواز يا الهام. اهي خفتك دي اللي جايباك ورا. يبقى مش هتتجوزي يا الهام. هات لي مشبك وانت جاي. احكي لي الواقعه بالتفصيل وبدقه. هو قال لي انت تخنتي من هنا والدم غلي في نافوخي من هنا. حكم الست مننا توجعها كلمه انت تخنتي اكتر من كلمه انت طالق. عندك حق يا سنيوره، كملي. خدت وكازلك شقت له بطنه نصين من فوق السره كده. السره جرى لها حاجه؟ يفرق معانا كتير في موضوع الدعوه يا ام سامي. سره؟ لا يا اخويا سليمه. حياه التاتو اللي منور وشك ده لمرمطهولك في المحاكم واحبسهولك اقل واجب 3 سنين اشغال شقه مؤبده، وانا اللي هشرف على حكم الاعدام بنفسي. لا يا سي امام الهي يسترك، بلاش السجن والنبي. ده مهما كان ابو ساميه برضك. صباح وعنب. نبي انت حنينة وقلبك اخضر. لا بني يا طعم. بالاذن بقى. اتفضلي. عشا. النبي عشا. مين؟ وديع؟ انت فين يا جدع؟ شكلك كده رايح تسهر. مش خلصنا ولا ايه؟ لا لو فيها اساءة ادب يعني ممكن شوية مية عشان عشطان. مش عايز زبادو؟ لا 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 لا، حد الله بينه من الحرام. انا حبيت وانجرح زوري. ده تقطع زورك من لغلوغه. اطفح. خليك انت عشان ما تتعبيش. لا قولي لي، هما الجماعه عندك بيناموا امتى؟ انت مال اهلك؟ ايه دي بس امال؟ انا كان غرضي يعني يفرش لنا مرتبه على الصوت، ونروح جايب لنا ازازتين بيره مشبرين على 70 كفته مشفيين. مرتبه على السطح وازازتين بيره مشبرين على 70 كفته مشفيين. ثواني هجيب لك المرتبه تلفحها على كتفك وتسبقني على السطح لحد ما حصلك. حلاوتك يا ام ساميه، حته اصل من الدفيه واصل حالا من راس صدر. صباح وفرجنا الاداء. ماليش فيه. ما انت عارف. عارف، وعارفك لما تبقى مخنوق وعايزني اتحايل عليك عشان تفضفض. يا ما تبصليش كده، ده انا اللي مربيك. فاكر لما كنت ساكن جاري تحت في البدرون؟ كان نفسي تطلع بطل زيي. بس انت اللي كنت عايل سيس، غوي سيما وفرجة على التلفزيون، انت واختك الهام. الهام دي بقى معلم اللي مربيها للخفيف، انا مش عارف هترحم منها امتى. يا جدع ما تبقاش مفتري كده. هو في زي الهام لحته صح الصح، بس الظروف هي اللي مش صح. ايه؟ حنينة حنينة، بس انت اللي مش موسع صدرك معاها. وانا صدري هيسع مين ولا مين؟ الهام ولا خنقه الشغل ولا تهامي ده كمان؟ الراجل ده بالذات انت من غيره ما تسواش. يوه اقف. شايف ازاي العيال الصغيره؟ هو طبعك ولا هتشتريه؟ انا تقول لي مرتبه فوق السطح معفن؟ ما انا عايزين احجز لك في الفرشيزون.
خدمات اخر زمن. انا خدمه يا معفن. يا معفن يرضيك كده يا توتو؟ لازم ترفع لي قضيه على الصحفيين اللي بيشتموني في الجرايد والمجلات. بس كده يا حبيبتي انا هرفع قضيه على معفن كلها. ماليش دعوه. الله ايه في ايه ده؟ طعم لانجوري تحفه، تيجي البسه لك في ليله الدخله. طب بقول لك ايه، ما تيجي نعمل بروف على موضوع الدخله ده، وانت عارفاني بموت في البروفات موت. انت شقي موت. غمض عينيك وتخيل بقى مونيا حبيبتك داخله عليك الاوضه بتقرب منك. ايوه بلاش قلة أدب يا توتو. قوليلي بحبك. بلاش بوافق. لا ما سمعتهاش حلو. قوليلي يا توتو. فتح عينيك وبلاش قلة أدب يا توتو. هتفضل طول عمرك وسخ. الدنيا كلها. ازيك يا وديع؟ اقعد. اخبار الشيخ بتاعك يا وديع؟ لسه برضه؟ وصل وعلى رنه. رنه ولا رنتين؟ مش فارقه يا باشا، وهنقابله النهارده، وهنمضي معاه عقد الشراكه، وهنبقى ملوك النيجاتيف في الشرق الاوسط. تمن تمن تمن. حلاوتك يا باشا هو ده. حبيبي. يا سلام لو ده حصل يا وديع. الحقني يا مستر كوهاني. بوليس الاداب. صح. ايمن محروس من الجهاز المركزي للمحاسبات والاساتذه من ماموريه الضرائب. مش في السليم يا باشا ولا ايه؟ تيتا. واحدة واحدة. هيا بنت على مالك انت بتجرجريني؟ ان شاء الله هتبقي كويسة وكل الدنيا ده هيسيح. يا رب يا بنت يا إلهام، لو الزمن يرجع تاني ده هيرجع لورا قوي. على ما هو ده اللي مخليك لو يا بوزك. بقول لك زبال، ويا ريت غاضب وشريف، انت عايزني في الحرام. حرام؟ هو كان قال لك عايزك في الحرام؟ كل مشاعره كانت واضحه. مشاعره؟ على مهلك. طلعيني يا ام مشاعر. بنت الهام قعديني. هو احنا الحين نمشي عشان اقعدك؟ يا بنت تعبت بقول لك. وبعدين نفسي رايحه للقرعه، عايزه اكل على المرجح وانا بتمرجح. ناس رايقه. ده في القانون ليه يا باشا؟ ده حيالله قضية ضرايب، واخواننا دول بقى يقعدوا يفتوا يقول لك نصبة وفتحة، الليلة دي يلزمها محامي ترسي، شرقان ولسه ما شبعش، وده عندي. شرقان ولسه ما شبعش؟ ده يبقى كلب يا وديع. محامي يا باشا، ولو عايزينه يهوهو يهوهو، اشتري من ودعدع حبيبك وشهادة ضمانه أهي. لا لو على ضمانتك هبقى أنا اطمنت. اتفضل.
تصدق شكلنا كده هنلبس في الاثاور كلنا يا وديع. قول يا رب يا باشا. بس بقول لك ايه، اميع الحوار ده نردم عليه، ما تجيبش سيره قدام الشيخ خالص. صح يا وديع. بقول لك ايه يا باشا، ما تيجي ناخد لفتين بالتوك توك ده ولا ايه؟ الهندي بابا، انت انا سوا سوا عشيكو، اجيب لك اميتاب. يا ساتر، الشيخ مالا موجود؟ هو في انتظاركم، تفضلوا. تفضلوا، رمضان كريم، تفضل يا باشا. ناس خايفة. يا هلا 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 وغلا بالحبيب، ازيك يا وديع؟ الله يسلمك يا شيخ. ازيك يا وديع؟ مؤاخذة يا شيخ، إذا كنا جينا في وقت يعني مناسب. قادر يا وديع. شوف يا تهامي، أنا أحب كل فترة أقتحم مجال جديد أستثمر فيه أموالي بمزاجي، ومزاجي هالمرة دلني على السينما، وزي ما بتقولوا في مصر طلبت معاي، ولا إيه يا وديع؟ ده شرف للسينما يا شيخنا. طريف. وبالطبع ما لقيتش أفضل منك يا تهامي أشارك وقتمنا على الملايين، خصوصا بعد ما شفت فيلمك الأخير مشاعر قذرة. ده فيلم قذرة. والله يا شيخ قلبي اتفتح لك من أول ما شفتك. شايف يا وديع؟ يا شيخنا فلوسك مع الباشا تزيد. إيه؟ تزيد تزيد يا باشا تزيد. يا بنت امسكي كويس. انت بتعملي ايه؟ مظبوط قعدتي؟ طب كلي يلا. يا بنت ريحتك سابقاكي. على فكره دي مش ريحتي، دي ريحه القرع، البيت ضرب. سدي نفسك يا الهام، مش واكله. انت عارفه يا بنت يا الهام، الواد الزبال مش غلطان، والنبي انت اللي غلط، ركبت من سفك لراسك. ليه بقى ان شاء الله؟ هو انا اللي عكسته ولا انا اللي راودته عن نفسه؟ راودته؟ يا بنت انت بقالك عمر معايا، ده انا عمري ما شفتك مسرحه شعرك. يا بنت ده انت شعرك ملبد، ده انك حتى ما بتلبسي لك هدمه نظيفه. ما شاء الله على لبسي. يا بنت هتقعدي عليا. انا لبسي زي الفل، لا هو مقطع ولا هو مرقع، ده انا بكوي شعري كل اسبوعين في البيت بايديا، ده انا بلف على بكر. بكر؟ طب تصدي يا ذكر. ما تيجي بقى نمضي العقود يا شيخ ولا ايه يا وديع؟ ما يلا بقى يا شيخنا. مانع الخير كلمتها بميت عد. مانع ايه؟ هو اسمه مانع الخير؟ وده هنشوف من ورا خير ازاي يا وديع. والدي الله يرحمه سماني مانع الخير يوم جيت الدنيا، والله كان يوم مشهود يا تهامي. اكيد سماك كده عشان ما تتحسدش. لا، وتلاقي الوالد شاف الخير كله على ايديه. لا ابدا، يوم ولادتي ماتت الوالده. يا خبر اسود. مسكينه، الف رحمه ونور عليها. حجمي وانا طفل كان كبير وايد، والده وهي جالها نزيف عاد، فصيلة دمها كانت نادرة، مفيش منها غير فصيلة دم الوالد. طب والوالد ما أسعفهاش ليه يا شيخ؟ والوالد كان في إيش ولا إيش يا وديع؟ الله يرحمه كان ويل ويلين، يومها جاله خبر غرق السفينة اللي حاملة بضاعة الموسم، غير ماسك كهربائي اللي حرق المخازن كلها وخلاها حطب. يا سبحان الله، ده في نفس اليوم؟ اي والله. مسكين جدته اتحرقت، اشهروا افلاسه ومات. سبحان الله، فرفشنا بقى فرفشنا، خلينا ننسى الماضي. يا خوفي من المستقبل. ننسى. ليه عندك رجاء يا الحبيب؟ أمر. نبي نسهر معاك سهرة حلوة من سهراتك الفنية مع نجمات السينما والفيديو. دنيا سنية، لو منية منية. يا سبحان الله. معقولة
السايح النايح ده تهامي يا زوزة. ايه ده فين ده يا بنت؟ اهو حبيب عين امه ويما اتولد. يا بنت يا الهام، كنا في حفلة عبد الحليم حافظ. عبد الحليم قال كبر من هنا وانا رحت ظلتها على المسرح من هنا. اتاري طلع فنان يا زوزة. ايه ده؟ هو تهامي دخل معتقل؟ يا ساتر يا رب. اهو يا بنت ده كان ابوه بذاكر له الانجليزي، اصله كان حنين عليه قوي الله يرحمه. هنا بقى مؤكد لما خلص الكلية. ايه ده فين ده؟ اهو ده في جنازة ابوه الله يرحمك يا بيبي. يا بنت ايه سلك المواعين اللي انا بسرح فيه ده؟ بقول لك ايه؟ هتغلطي تاني؟ هقوم امشي. تعالي تعالي يا بنت. يا المذة مننا حلتها ايه غير حاجتين؟ خلقتها وعودها. تعملي ايه يا موكوسه؟ اقعدي. ودول بقى على حسب الواحده مننا ما تكفيهم. في كسوه تجيب وزير وكسوه تجيب غفير. تعرفي يا بنت يا الهام، بجد نفسي اشوفك متشعبطه في ايد واحد كده، مدير وزير منتج سيما. منتج سيما؟ انت معايا ولا ايه؟ ايه والله شكلك كده هتلبسني في شجره. بس بقى يا عم الزناني يا كيميا، دي حيا الله قضيه قتل اخلصها لك بالموبايل. دي ضرايب. دي حيا الله قضيه ضرايب اخلصها لك بنفس الموبايل. لا والله يا ابني، انا امام محمدين القضابي خافوا وجهوه فيس تو فيس. طب انا راضي ذمتك انت بقضاياك وموبايلاتك، عمرك وقفت قدام قاضي؟ امال انا بقول ايه بالصبح؟ بيخافوا وجهوني فيس تو فيس. انت عبيط ولا ايه يا ابني؟ ميرسي ميرسي يا توتو. هي دي اللي كان نفسي فيها من زمان بجد. بيبي. ايه يا حبيبتي؟ في حاجه بس مكسوفه حبيبه قلبي. ما تتكسيش من حاجه ابدا، اي حاجه نفسك فيها اعمليها على طول. او مغطي العربيه. مامي محتاجه عمليه زرع كبد. زرع كبد ازاي يعني؟ كبد يا توتو كبد، وبعدين مش هتتكلف كتير، نص مليون بس. ده رأيها مونيا، أنا مش لسه زرع لها المرارة بمئة ألف وبعد أسبوعين شلتها لها بثلاثين ألف، يعني كده مخسراني فيها سبعين ألف. ينفع اللي بتعمله أمك ده يا مونيا؟ دي مامي يا توتو. طب يلا يا أختي يلا. وديع وأسرة بنات. أوه وديع؟ أنت فين يا وديع؟ وحشتني. لا فتيات ليه الفتيات ليه بجد يعني؟ تعالى يا كوتش عايزك. يا ريت ترضى. اهدى يا وحش، الليله سهره تقيله. بص عازم ضيف تقيل، ما بصكيش يتظبط اخر حاجه. يتظبط؟ احنا بقى سهرتنا التقيله امتى؟ اتقل خفيف. ده ايه الجو التقيل اللي هاجه فجاه ده؟ بتطلع في التلفزيون بالظبط بلحمها ولحمها. شفتي بقى منى يا ستي كل اموره ازاي؟ ولسه لما تاخدوا على بعض هتجيلك. هتجيلي ايه؟ مالطة دي جايه شاكوزي مش جايه بتعيله. ماما السكر يا ماما. وانا بقول توتو طالع دمه خفيف لمين؟ ده حتى شبهك خالص. وانت بقى طالعه شبه مين؟ شبه ابوكي ولا حد من اصحابه؟ ست منيا لو سمحتي، هو مفيش اي اعمال جديده كده في السينما؟ وحضرتك بلبوسه كده زي ما انتي، مع احمد حلمي، احمد عز، احمد مكي، اي احمد تستلطفيه. اخرفي بدل رغيك دوت. بس اتعلمي منها حاجه يا بنت الموكوشه. اتعلم منها ايه غير ان انا اقلع هدومي كلها؟ ماما طب اقوم انا علشان عندي شغل. شغل؟ هو فعلا شغل. ودي تهامي توصلها لحد العربية وتنك راجعلي، عايزك في موضوع، فاهمي يا توتو؟ اه يا ماما. سلام يا روح امك. يا خسارة ما لحقتش اخد نمرة الموبايل بتاعها. نمروكي في نار جهنم انت وهي وابن الهبل اللي انا مخلفاه. يا ماما انت ما تستوريش معايا في حاجه ابدا، ينفع كده؟ عندك حق ما ينفعش، كان المفروض اطلب لها بليس الادب يلمها بالمايو اللي عليها ده. هي دي
هي دي اللي هتربي لك عيالك يا قفص. ده يا دوب تربي ضوافرها هتفضل طول عمرك وسخ. بحب الناس رايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم اللي متضايق انا لا ماليش فيه. اديني يا سيدي جبت لك سونيا وادي دنيا، ايه رايك بقى؟ انا بمنيا عاوز منيا. سبحان الله يا شيخ. حاسب خش عليا يا نجمة السنين والقنين والرنين والطنين. مساء الخير. أمرايا مساء الفل. عارفة دخلت فيلمك الأخراني كم مرة؟ كم مرة بقى؟ 10. عجبك؟ أوف يا ساتر يا رب. أكفانك فيه. طب خد بالك من العربية بقى، تمنها لسه ما بردتش. أبرده. أوف على مهلك، الأرض بتزعل والله. يا لهوي الرحمة. هتلعب عليا هلعب عليك، هتاكل دماغي هلفك واسرح فيك، هتفكر تشتغلني هتطلع عينيك. استوب استوب وهدي لمسح رقمك من عندي. الشيخ مانع الخير. مانع ايه؟ معرفة خير ان شاء الله. سبحان مصور الجمال المتفجر. تعالي منيا اتفضلي جاري اتفضلي. اوعى تفكر قلبي قليل تبقى بجد عبيط. على فكره يا شيخ انا نسيت اقول لك، انا ومنيا بحكم المخطوبين. انا وانت يا تاني مش بحكم الشركه ولا ايه؟ فهد باشا صانع السينما مكتشف المواهب وكل صحبته. وديع منور الدنيا وديع. منيا ملكة الإثارة. منيا الجمال والإحساس العالي اللي انكسرت الدنيا. الحلو النغة البيضة ما طلعش يا ناس من البيضة. الحلو النغة البيضة ما طلعش يا ناس من البيضة. الوقت لسه في سنة أولى وبيلعب بيا الكرة. الوقت لسه في سنة أولى بيلعب بيا الكرة. عايز يطلع في الصورة شايف نفسه بيزيد. يا ابني التربت التربت التربت. انت قاعد اختي بتوعي بتعملوا ايه هنا؟ قوم وانطلقوا ورا منها على المطرح. اوعى تسيبها لوحدها، دي عصفورة قلب امها. ظبطت امام المحامي، اعتبر الليله دي خلصت خلاص. والليله السوداء دي هعمل فيها ايه يا وديع؟ اتعامل زي ما تتعامل، قوم نضحك ونرقص وننقط ونقلبها مليطه، وكله راجع لنا يا باشا. يا ابني الايه؟ الميزه. وده على الغم. الغالي يا وام ربيتك، شيكتك بروستك خليتك. بلوزة
عارفه انستاسيا حبيبتي، انا احسن واحد يقرا الكف على البسين في جمهوريه مصر العربيه. بجد؟ لا وايه، في الاماكن المغلقه ممكن اقرا الجسم كله. صباحنا عسل. قهوتك وصلت يا امي. 16 مليون يا ابويا، ده لو شنقته مش هيدفع. لازم يدفع وفي كل الحب. اخوك امام محمدين هينزلهم النص، ومش بس كده هننظمهم ومن اول السطر. ده علشان العيش والخرص اللي بينا. ده بجد ولا جراف؟ 100 مرة قلت باب التلاجة ما يتسابش مفتوح، الفريون بيصرف. طيب نتكل احنا يا وديع، يا دوب نلحق الباشا. نتكل ده ايه؟ انت فاكر الهام هتسيبنا ننزل من غير ما نتغدى؟ لا، الهام بتغسل وتمسح وتنضف دي خلاص، مصطبر كسبل وراح لحاله، ضروركم على اي زفت تطحوه في الطريق. مش قلت لك مش هتسيبنا؟ يا عم امام، انت هتفضل واقف لنا كده؟ ما تقعد تشرب حاجه. هو ده المحامي اللي هيحلها يا وديع؟ ده شكله قد القتله. ده جن مصور. ده انت تحمد ربنا انه خد قضيتنا. انت عارف عمل ايه مع الضرايب؟ نزلهم النص، بقوا 8 مليون بس. ولا 800 جنيه. احنا كده باقيين على مستوى حمام السباحة. إمام محمدين بكل الحب دايما جاهز. بالنسبة لقضية السرة ضرايب، ضرايب يا إمام يا حبيبي. ضرايب؟ بالنسبة لقضية الضرايب احنا هنسطر الموضوع في الحنين. سطر إيه؟ وأنا جاي أشتري كراريس. خليك معايا أنا بس يا باشا. في إيه؟ إمام يتصالح مع الضرايب ويسجدهم كام شهر، نكون احنا طلعنا من الجلابيه اللي اسمها مانع الخير دي بمصلحه توزن لها 30 40 مليون، تمام؟ لا شويه يا وادي، انت عارف الكلام دلوقتي بقى بالمليارات. المليار يوديك سجن ترع على طول. ما انصحكش. خلينا قنوعين. الفيلم هيكلفنا كام؟ 10 20 مليون، والباقي نسد بيه ضرايبنا، واللي يفضل يتدفى جنب اخواته يا بشبشتي. لا فالح، وتفتكر دي هتعدي عليه؟ ده هيبقى شريك يا وديع، يعني هيحط مناخيره في كل حاجة، ولو شم خبر هلبس أنا وأنت في حيطة، وإحنا مش ناقصين يا وديع. يشم مين يا باشا؟ دي شغلتي. الفواتير فواتير ده، والإنتاج لعبتنا، ويبقى يقابلني بقى سمانع في الخير. في الخير؟ في الخير. حلاوتك يا باشا. في الخير؟ في الخير يا وديع. أيوه هو ده. 3 ساعات. طب اديني كده نمرة تامر حسني. ايه؟ ما تعلي صوتك شويه يا محسن. ما توطي صوتك يا حمار. الو الو. ايوه حبيبه قلبي، ايه ده بتنهجي كده ليه؟ ايوه يا تهان، انا في الجيم. وحشتيني موت. اللي قولي لي يا حبيبتي، هو مانع ما اتصلش بيك النهارده؟ هو الشيخ مانع يتصل بيا ليه يعني؟ لا حتى لو اتصل انا مش هرد عليه. مالي وماله؟ لا يا حبيبتي ما تضايقهاش قوي كده، راح رحيها لحد ما المصلحة تنقضي، سايسيه عشان خاطر تطع حبيبك. خليك بقى في ديكوراتك وسيبني أكمل لعبة. هي دي نمرته الخصوصي اللي برد عليها؟ أنا مش هقعد أكلم مت واحد، أنا بتخنق. عيب يا باشا، دي نمرته البرايفت. يا بني آدم بقول لك عايز نمرته الخصوصي. ألو؟ زعيم الفن والفنانين. مين معايا؟ أنا منتج فيلمك الجديد اللي واقف تحت البيت بالعقد يا زعيم. أنا تهامي حسان، تهامي فيلم. تهامي بتاع المشاعر القذرة؟ هو بكذرته، قصدي هو بعينه يا زعيم. لا أنا ما بشتغلش مع قواضين. يعني إيه؟ في إيه يا باشا؟ بيقول لي ما بشتغلش مع قواضين، يعني إيه الكلمة دي يا وديع؟ لا يعني يا باشا عادي، هو مش قصده يعني، هو قصده يعني ان انت بتعرضها شوي. بعرضها؟ طب ما البلد كلها ماشيه بالتعريض مثلا. الو
نجم الكوميديا التلقائية هنيدي حبيب قلبي. أهلاً وسهلاً، مين معايا؟ أنا التهامي حسان. التهامي فين؟ إيه ده، في صوت يا هنيدي؟ التهامي؟ آه التهامي. إزيك يا التهامي، عامل إيه؟ فل، وهبقى فل الفل لما أشوف إمضتك على عقد فيلمك الجديد اللي هنتجهولك يا نجم. مفاجأة صح؟ مفاجأة إيه؟ وأنت عامل إيه؟ أنا بخير طول ما أنت بخير يا حبيب قلبي. ها قلت إيه؟ قلت إيه في إيه؟ طب أقول لك على حاجة، معلش بس ممكن تكلمني كمان 10 دقايق، نص ساعة، ساعتين، أو ما تكلمنيش خالص يا ريت يعني. وعلى فكرة لو كنسلت عليك أو ما ردتش عادي جدا، مفيش أي حاجة، أصل أنا احتمال أغير رقمي، وما تحاولش وحيات أبوك يا شيخ تدور عليه، ماشي؟ وفي ايه؟ وانا كل ما اكلم واحد يعمل لي تيت. هو عمل تيت تيت يا باشا؟ عمل شبك، محدش يقدر يقفل السكه في وش التهامي حسان. وانا برضو بقول كده. اسكتي يا زوز، لو شفتيني مش هتعرفيني، انا مش انا، انا واحده تاكس تاكس. بص الموز، انا واحده تانية يعني لما تشوفيني. ليه يا موز، ما تيجي نعزمك على حاجه سافله. النيو لوك عامل شغل جامد جدا، تيرين تيرين في العربيه بتعكس كل واحد فيهم، ايديه قد ماسوره المجاري. انا اول مره اتعاكس، ده شعور حلو قوي. راح اجود كل شوفيها وهقف. يا نهار كرهات، ده ايه اللي جابه السعاده؟ في حاجه يا عم الحلو، انت هو ده ايه ده؟ ده مين ده؟ انا اللي همنح الست والدتك لقب ام شهيد، شهيد الغرام، انا نوس عن امك. انزل. ايه ده، ده باين عليه عبيط ده ولا ايه؟ عبيط ده ولا ايه؟ انا اللي هنفخكوا دلوقتي. ده خير، الله ما جاله خير. فين العيال اللي كانت راكبه العربيه وبتعاكس؟ احنا الشباب اللي كانت بتعاكس. لا لا لا، انت بتكذب يا كابتن، مستحيل، انتوا شباب محترمين ومش ممكن تعملوا حاجه زي كده، مش ممكن تعاكسوا. صح يا الهام، مش ممكن يعاكسوا. لا بيعاكسوني، وعلى فكره يا كباتن انا ما اعرفوش. الهام بيع وشي كده. وانت بتقول ايه بقى واحنا في العربيه؟ كنت بقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. اضرب انفخ يا كابتن، مش عايز اشوفني وانا بموت. اضرب انفخ. أنا في شركة تهامي فيلم، لو اتأخرت أكتر من نص ساعة بلغي البوليس. إيه، مش عايزة لبيسة معايا في شنطة. الباشا على وصول يا أستاذة. قلقانة من إيه بس؟ أنا مش قلقانة خالص، بس بقولك إيه وديع، تعالى نتقابل وقت تاني وفي مكتب تاني، وياريت كمان المنتج يبقى حد تاني، ومين عارف يمكن انت كمان تبقى حد تاني. ما ينفعش، واحنا كل يوم هتجيلنا نيلي كريم. ما هو ده اللي قلقني. انت اول ممثلة بجد تخش المكتب ده. نعم. لا انا لازم امشي. لا انا عايزك تطمن، وحياة غلاوتك عند الباشا تغير بقى حاجة تانية خالص. اه واضح. طب اقولك على حاجة، دلوقتي ما بيشوفش غير افلام مين؟ داود، خان، عاطف الطيب. سيجاره؟ لا ولا انا ما بدخنش. ده غير الاجنبي بقى. نايس كمان تقولي اتفرج على حدوته مصريه. طب ايه رايك انه شاف وصدق الحدوته كمان؟ اساليني انا، اصل انا عامل له جدول في ورقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفتي اهو، اتفرج على فجر الاسلام من ورايا. اتفضلوا اتفضلوا. يا مؤاخذة يا ست الكلس، كنت اتأخرت عليكي، بس قلت ألحق صلاة الجمعة عشان نبقى قاعدين براحتنا. أصلي بندم قوي لو فاتتنا الخطبة. ما أنت فعلاً اتغيرت، بتصلي الجمعة قبلها بيومين بس. الحمد لله ونشر. وديع، والنهارده إيه؟ النهارده ضربة يا باشا. ما قلتليش يا تهامي الفيلم اللي أنت عايزني فيه ده إيه بالظبط؟ فيلم أكشن حريم استعراضي أول مرة يتعمل في مصر. والفيلم الرعب ده تأليف مين؟ أمال أنا جايبك ليه ست الكل؟ جايبك ليه ست الكل؟ يعني إيه يا وزية؟
ايه؟ في ايه؟ وسعي، عايز اخش. هو تهامي معاه حد جوه؟ اه نيلي كريم. نيلي كريم؟ ماشي يا تهامي، ماشي يا توتو. يعني مفيش فيلم اصلا. ايه رايك في فيلم كرتون اكشن رياكشن عن المراه الخارقه؟ عارف يعني ايه المراه الخارقه؟ امال انا جايبك ده ست الكل. اسمع بقى يا توهان، الفيلم بيبتدي كانت راكبه ميكروباص، الميكروباص عمل حادثه اتكسرت 600 حته، طبعا راحت المستشفى، عملوا لها عمليه وركبوا لها ايدين ورجلين حديد، ماتت المراه الخارقه. بس ما حدش يعرف الموضوع ده غير انا وانت بس. اه جوزها فاق من البنج، قصدي هي فاقت من البنج، لقيت جوزها عارف. انت اللي قلت له؟ والمصحف بقى ده وديع. نزلت الترع جري وراها. طلعت الكوبري طلعوا وراها، فضلت تجري تجري، ضربوا عليها نار، البوليس قبض عليها حطوها في السجن. الو ممكن اكلم النائب العام؟ هلا يا وجه الخير. يا شيخ تسفرتني من حياتك ولا ايه؟ لا بقيت تسأل على حبيبك وشريكك تهامي، ينفع كده برضو؟ مشغوليات يا تهامي، مشغوليات يا الحبيب. مشغوليات يبقى نسوان صح؟ طالما ضحكت يبقى صح. صح. بص بقى، عشان انت حبيبي القف مني الحكمة دي، ودها بعد ما تودك وهدها قبل ما تهدها. وما يهدش الست غير ايه؟ الرقص. سيبها ترقص لحد ما تدخ وتستسلم. عن جد يا تهامي؟ جد الجد كمان. وطالما جبنا سيرة الجد، احنا ايه مشوارنا؟ هنشوف شغلنا ولا النسوان هتنسينا اكل عيشنا؟ انا معاك في اي حاجة تقولها يا تهامي، بس يعني اتركني الحين. ايوه عندي مشغوليات في اللي بالي بالك ولا مش واخد بالك؟ بص يا شيخ، سيبك من الحكم اللي انا قلتها لك وارزعها افهين من بتوعك دولت، هتقضي عليها على طول. سلام سلام يا حبيب. سلام. تقيل قوي. لذيذ قوي. يا بيبي كنت بتكلم مين؟ هذا مكتبي في لندن، بقول لهم يجهزوا عشان شهر العسل. الله الله يا نونو. ايه عايز ايه؟ ارقصي لي. وده وقته؟ ارقصي لي يا حرمه. مش عارف ليه. معلش الف سلام عليك يا تهامي. قصدي انا اسف ان انا قلت لك يعني تهامي يعني من غير استاذ. انت عبيط ليلى، ما عشان تقولي تهامي واستاذ انت تقولي تهامي باشا. برنس والنعمه برنس، ولا الملك تشارلز في فيلم حرب الفراوله. خفه دمك دي اللي هي اللي مصبراني عليك. ايه
ادينا رايحين نمضي العود مع مانع ولسه ما لقيناش حد نتفق معاه يا وديع. ولا يهمك يا باشا، احنا نقفش القرشين من الجلابيه وبعد كده توتو على كبوته والفلوس تسخر لنا الجن. ده حد بعت لك ورد يا باشا؟ ورد وحركات. تلاقي من عادل امام وصلوا خبر شركتي الجديد فبعت لي ورد وبتاع عشان انتجلوا فيلم. مش عادل امام؟ ايوه تلاقيه هنادي، عارف انا هنادي. ايه وديع انت هتقضي لي هزه؟ ما تقول لي الورد ده من مين؟ ده من مانع الخير. تصدق الراجل ده عنده ذوق فعلا. قال لي في نفس زرع ورد وكمان الشياكة ايه بعت لي برقية. ربنا يخليك ليا يا مانع الخير. سمعني كاتب ايه يا وديع؟ من مانع الخير الى التهامي حسان، انا اعتزلت السينما وقررت التفرغ لزوجتي منيا. شكرا على حسن تعاونكم معنا والى اللقاء في جولات اخرى. مانع الخير. اشوف اليوم يا مانع الكلب انت والخايده منيا وانت وديع الناس. ماشي اشتم ده جزائي. ماشي الدكتور اهو. الحاجه يا دكتور بتقطع. الله الله الله، ايه ده انت لازم توديه مستشفى فورا. امال احنا فين؟ في سيتي ستارز. قصدي مستشفى تانية. انت مش شايف حالته عامله ازاي؟ هي حالته خطيره للدرجه دي يا دكتور؟ حاله بواسير خطيره جدا محتاجه تدخل جراحي. تدخل جراحي؟ بس للاسف انا عندي مشكله. الحمد لله على السلامة يا باشا. أنا فين؟ أنا عطشان يا وديع، ناوي نشرب. لا ما ينفعش مية على البنج يا باشا. بس الحمد لله إن أنت قمت بالسلامة من العملية، كلها يومين ونخرج من هنا بقى. عملية؟ عملية إيه يا وديع؟ عملية البصيرة يا باشا. بس ما ينفعش يا باشا اللي بتعمله ده، ريح نفسك، الجرح لسه مفتوح. أنا على آخر الزمن ينضرب مشرط في جتتي يا وديع؟ عادي يا باشا، يعني ايه المشكلة؟ عادي وديع، اوعى يكون حد عرف بالموضوع ده. ها؟ استرى وديع. وديع الدكتور بص على الجرح. الله الله، ادينا فوقنا وبقينا زي الفل. هو ايه اللي حصل بالظبط يا دكتور؟ البواسير كانت نازلة على الآخر فقمنا باستئصال المنطقة الملتهبة. بالراحة يا دكتور، أنا سامعك. هو لازم إيدك؟ وضع طبيعي لأي جزء من جسم الإنسان بيتم استئصاله بيحصل فيه إحمرار وتوهج دموي لفترة بسيطة وبعد كده يرجع لطبيعته. ربنا يطمنك يا دكتور، تسلم إيدك. في حد عنده استفسار تاني؟ لا يا دكتور. الأصوات دي وديع، وزي ما أنتوا شايفين في فرق بين الجراحة المشرطية وبين الليزر يا ولاد. يا ولاد؟ هو الدكتور جايب ولاده معايا وديع؟ لا ده يلا يا دكاترة، كل واحد ورا التاني يشيك على الجرح اللي قدامه، ولو حد عنده أي استفسار ما يتكسفش. أهمية السكشن العملي إنه بيوفر لنا أكبر قدر من الاستفادة، لأنه مش في أي وقت هتتوفر لك الحالة اللي تمد إيدك فيها. يمد إيدهم فين يا وديع؟ محدش يمد إيده. أنا طول عمري حتى ما اتعملت فيا كده أبدا، فاهمين؟ إيه ده يا أستاذ؟ خلي الولاد يشوفوا شغلهم. جرايه يا أستاذ، إحنا مش متفقين ولا إيه؟ أنت كمان متفق معايا وديع؟ وأنا كنت أعمل إيه يعني يا باشا؟ أموتك وعيط عرض الشدة اللي أنا فيها. أموتك يا وديع الكلب أنت. بقول لك يا عم الدكتور، خد العيال دي من هنا بدل ما أعمل لكم كده في المستشفى. أوكي. يلا يا ولاد، وانا هعمل لكم سي دي بالعمليه عشان زمايلكم اللي ما حضروش يتفرجوا عليها. كمان بقت على سيديهات يا وديع،
ماشي وديع. سلامتك يا مستر تهامي، سلامتك. اه يا لهوتي يا لهوتي، ايه المنظر الفظيع ده؟ سلامتك يا مستر تهامي. هما الوحشين دول عملوا فيك ايه بس؟ صباح الخير. مش دي برضه قولة منال بنت طنط ابتهال؟ اوبا حبيب قلبي. كفاية الفن المبدأ، أموتك يا وديع الكلب. عشان ما تقولش ان انا حرمتك من اياته حاجه، ادي الميه وادي الخضره وادي الوجه الحسن. رايق انت قوي يا عم. انا في المصلحه اللي تهد، والراجل اللي هيتخرب بيته وبيتي معاه. الوقت بيعدي والضرايب هتعلقنا من قفانا، حتى لو رحنا السجن مش هنلاقي مطرح. السجون اليومين دول كومبليت يا معلم. بتفكك بقى من اللي انت فيه وخلينا في الحجرين اللوز دول. ايه يعني منتج وراح؟ ما اكثر المنتجون. المنتجون يا ابن اللذينة، تصدق ان انت فكرتني بفيلم ذا بروديوسرز؟ المنتجون المذنبون يا عم تنيل بقى. المنتجون المغتصبون ده حته بس لب... ايه السمع مفيش. ده فيلم اجنبي تاليف واخراج ميل بروكس. يا عم خلينا في ميلة البخت اللي احنا فيها دي. يعني انت هتفرج بتوع الضرايب على الترامادوكس بتاعك ده ولا ايه؟ البطل بتاع الفيلم وقع في نفس الوحله اللي احنا واقعين فيها دلوقتي. عمل ايه؟ انتك فيلم رخيص يسقط يخسر فالضرايب تتشال من عليه. باي باي يا ضرايب. احنا يا باشا هننفذ اللي اتفقنا عليه من غير ما نحتاج لمانع الخير ولا لفلوس مانع الخير. يوه قطع وقطعة سيرته الف مرة. استلم مني السرو ده، بدل ما كنا هننتج فيلم بملايين هننتجه بملايين. ينزل السوق يخسر 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 اخر 9 حاجات. احنا بقى نظبط ارقامنا على ورق، نضرب تفليس، هوب الضرايب تتشال من علينا، ونشتغل بقى على نظافه يا باشة البشوات. يا ابن الايه يا وديع، ده انت طلعت جن مصور تلميذ. طب واحنا هنجيبه منين الفيلم اللي يخسر ده يا وديع؟ الأستاذ لطفي أستاذي في المعهد ومؤلف الروائع غربة الوطن ونقطة الصفر والمرتدة. مين دول؟ دي أفلام الأستاذ لطفي دي نزلت السوق. الله طبعا يا باشا، ده خد عليهم جوائز في كل حتة. ولا حد جاب لي سيرة. نقطة الصفر خدت عليه جوائز في براغ ونيودلهي وكان. فاكرك يا وديع، أنت كنت مشروع مبدع بس اختفيت ما شفتلكش حاجة. رحت فين؟ راح السيما. الأستاذ يطلع مين؟ ده الأستاذ توامي حسان المنتج المعروف. ما أعرفوش. ولا أنا أعرفك يا عم الحاج، ولا الفكهاني اللي تحت بيتك يعرفك. لا ما يصحش كده يا باشا، ده برضه الأستاذ لطفي عبد ربه. مين حسني عبد ربه ده؟ هو مش اعتزل؟ خلاص بره. لا بره بره يا باشا. يلا يا باشا. عارف لو شفتك هنا تاني مرة أنا هفرغ المستهل السلاح ده في مخك يا ضحن يا فارغ يا ملوث. حقك عليا حقك عليا يا أستاذ، الباشا ما يقصدش. استنى أنت يا عم الأمور. لا أقصد ولو إني مش فاهم حاجة من اللي بقوله، لكن حاسس إنه بيشتم. يعني قليل الأدب وأنا بقى اللي هعلمك الأدب. أنت هتعلمني الأدب يا مسخ يا محدث. إيه هو دي الشتايم القديمة دي؟ هو ما يعرفش إن الشتيمة دلوقتي بالأم والأب ولا إيه؟ في حاجة يا أستاذ لطفي؟ عشان بقى يبقى خلوك في بيت. Tammy!
وديع. باننا دخلنا عمر افندي يا باشا. يا ولاد المجانين. ده طلع مجنون اهرب. يلا يا وديع. يلا يا وديع. مين؟ إيمان؟ ازيك يا لها؟ الله يسلمك، وديع مش هنا في الشغل. أنا جاي لك أنت، افتح الباب. افتح الباب. أفندم. أنا جاي أقول لك كل سنة وأنت طيبة. لا والله. مش لسه بتحب القطط زي زمان؟ هي دي قطة؟ طيب شكرا يا إمام. عايزك تخلي بالك. هات الباب والنبي. بس عايزك تاخدي بالك من أكلها. ناولني الباب واتكل. لو سمحت خدي يا ابني غور وناولني الباب. طب الصلاة على النبي بقى، خدي بالك من أكلها عشان هي متربية على أكل الزواتي، فاهمة؟ بقى ده بيت يسكن فيه مؤلف. يا باشا ده لا بيت ولا ده مؤلف. حبادة ده سمكاري سيناريوهات. بيجيب له السيناريوهات عشان يستعدلها، عشان كده سموه حمادة مشاهد. يا وقعة سودة. يا وجع مربربة. تهام يا باشا برنس الإنتاج السينمائي في مصر. ازيك يا باشا؟ اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. رخيص. يا بوس بوس يا بوس بوس. انتي بتنونوي، انتي جعانة؟ ثانية واحدة أكلك. يا مقرف. كرتونة. كرتونة دي زمانها اتخلقت. مشاهد بقى يا باشا، يعني اللمسة السحرية اللي تنجح أي ورق. هو اللي بيحط الرقصة ويحط الضحكة ويحط الحطة ويحط النطة. بس للأسف ما أحطش اسمي. ده كمان شايله منفن يا عم وديع. الأخبار يا حمادة؟ إيه الجديد يا معلم؟ مشهد مطاردة في البحر، مليان سمك وضرافيل وجروش، والصيادين رافعين على بعض السند وعير مطوب وحضارة وجناب المولوتوف. يا سلام على حتة سنداري مشوية وكبشتين صبيط تبقى تعشت. طب يا عم اطلع لنا من البحر بنضارة الغطس بتاعتك دي. ايه رأيك في كفتة وطرب؟ دخلت صح يا برنس. قطة بلدي يا نتن وكمان سودة وانا اصلا احس. فيلم فاشل. اظبطهولك وخليك تقفل بيه سينمات مصر والدول الشقيقة. يا عم حمادة انت فاهم غلط، زي القعدة الغلط اللي انا قاعدها دي. يا تهامي باشا ما انت اللي غلطان، سايب اساس الاوضة كله وما قعدتش غير على ده. لا مؤاخذة، اجلبه واقعد عليه. حمادة خلينا في المهم، الباشا عايز فيلم فاشل ينتجه، وانت بتجيلك سيناريوهات عشان تصلحها. عايزك بقى تستلقط لنا ورق يكون فاشل اخر حاجة. فاشل اخر حاجة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، وانت اللي جابلك على كده يا باشا. نفسه طعم الخسارة. يا سيدي انا حر. ده طلب غريب، أول مرة طالب مني، لكن بسيطة، الأفلام الفاشلة أكتر من هم على القلب. دي كل الأفلام اللي هتتكتب واللي اتكتبت فاشلة. لولاش بس العبد لله اللي هيعمل من الفسيخ شربات كانت الصناعة انهارت. قشط عليك يا حمادة. ناولني بقى. أنا أقولك إيه؟ الورق. الورق؟ آه. عدي عليه الأسبوع الجاي، جاي لي طلبية سيناريوهات فاشلة أنا أجيلك منها أفشل حاجة. يا شاهد. قفلت صح يا برنس. حرب أكتوبر؟ أنت عايزنا أنتج فيلم حرب يا وديعة؟ يعني طيارات ومدفعية وقنابل مسيئة للدموع؟ ده انت عايز تخرب بيتي بقى. دبابات ايه وقنابل مسيئه للدموع؟ يلا لا يسيئك الكلام ده، ملناش فيه. ده عن حاله الناس في البلد وقت الحرب، ستات ورجاله وعيال. وهنبدا بالمشهد المشهور اللي كل الناس متجمعه فيه على القهوه. انصرنا يا رب. ايوه جاي. اللي بيشرب شاي واللي بيشيش. وفجاه الراديو بيذيع مرشات عسكري. هنا القاهرة، نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. هنا القاهرة. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. مشاريب الناس دي كلها على حسابي. الله أكبر.
وديع، احنا مش عبرنا يوم 10 رمضان يا وديع. تمام يا باشا. الساعة 2 الظهر. حصل يا باشا. يعني في عز الصيام يا وديع. امال الناس اللي عمالة تشرب وتشيش دول ايه يا وديع؟ انت عايز تطلعنا كفرة يا وديع؟ فاتتني دي يا باشا، حقك عليا. يا راجل ده احنا عبرنا بالله اكبر. بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله. وده اللي في ايدك ده كمان يا وديع؟ تجربة سينمائية ما اتعملتش قبل كده في تاريخ السينما يا باشا. ايه؟ يعني ممكن تنجح يا فالح؟ لو اختي الهام اتجوزت دي تنجح. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Other dancers may be on the floor. Al Capone? Dear, but my eyes will see only you. Do you think you can... You can... Okay, okay, I know, I know, I know, I know. Do you think you can run away from me? We have a business. Playing, dancing, and red nights. Are you crazy or what? What is this? He is my husband. Girls. Kill her now. Damn you. Other dancers may be on the floor. Please, boss, don't call me. I am from this end and the hand. Deal. Short man, for young girls, working with the letters. Good boy. Come. Beach. Hi, Bill. Hi. How much in the night? Me and half. 100. Money. Haven't. Haven't. Money. Money. Here. Now. Don't move. Game over, stupid. I'm a cop. وبعدين بعد كده يا باشا بقى هم... ايه؟ هي فكرة جديدة وملمسة على الفشل. بس ايه يا باشا؟ انجليزي متعاص وترجمة كي جي وان، يعني بإذن الله فاشل فاشل. بس انت نسيت يا عم الأمور ان ده هيتعرض في السينمات على انه فيلم أجنبي، يعني هيدخل تحت شريحة التوزيع. اوبا! فاتتني دي يا باشا. ده لو جاب 200 جنيه الضرايب هتعتبرهم مكسب مش خسارة، واسمنا اتلطينا في مصاريف إنتاجه. مش كده ولا ايه يا وديع؟ استاذ وديع، شوف لنا كده فكره زباله. فتح مخك معايا كنت هتحبسنا. وده يرضيني برضه يا باشا. ايه رايك في ده؟ ايه ده؟ شو حلو كتير والله، قعدتي لي هون ومو فارقة معك؟ شو مفكرة حمار يا ناطر حضرتك؟ شو سمر خانو؟ ليش ما جيتي؟ ردي لنشوف. ما فضيت، كنت مع عدنان عم نتسوق. شو رأيك؟ كمان انت شو قلك معي؟ انت مو خطبت اللي شو اسمها نهال خانو؟ ماما؟ فيروز خانو؟ ايه فيروز خانو مهند بيك. فيروز اللي جنابك بتيجي لعندها وبتعمل عفيف. يا واطي شرفي ماني تركتكن بنور. انا لازم انتقم منكم، رح ورجيكم. هو ده يا وديع، برافو عليك. تلميذ. بس مدبلجه ليه؟ ما سبتوش ليه باللغه التركي؟ ما انت عارف ان الدبلاج واكل مع الناس اليومين دول. تركي ايه يا باشا؟ ما ياكلش. الله. بعدين ما فيش ولا سينما هترضى تعرض لنا فيلم باللغه التركي. يبقى ما يلزمنيش. وديع، احنا زي ما فكرناش نجيب فيلم ناجح ونشوهه.
تمام. عارفة عمارة عقبلان؟ عارفها طبعا يا اخويا، وكلها كام يوم وبيعك شقة وانت سكران. انا اقصر واحد في العمارة دي. زمان كانت النسوان بتنزل هدا قبل ما بتنزل باريس، دلوقتي النسوان كلها مضروبة، كله بينفخ، اللي بتنفخ فوق واللي بتنفخ تحت، احنا في زمن النفخ. بقولك ايه يا باشا، الفيلم ده هيزعل مننا ناس كتير في الوسط، وكفايه علينا قمه الضرايب، احنا مش ناقصين. امال نعمل ايه يا وديع؟ فيلم مطاردات في الطريق السريع، بيحكي عن واد سايس عربيات بس قرد سواقه. لا 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 لا، سيبك من الليله دي، عربيات تتقلب وعربيات تتحرق وفلوس تتصرف، يا المشرحه ناقصه قتله، شوف لنا حاجه غير دي يا وديع. اتفضل يا اسطى. إمام، أنت بتعمل إيه عندك؟ إزيك يا إلهام؟ أنا كنت جاي. كنت جاي إيه؟ الوديع أخويا برضو؟ الحقيقة أنا إيه هي الحقيقة؟ نفسي أعرف إيه هي الحقيقة، عشان اللي بيحصل ده عيب وما يصحش. عيب؟ ما كنتش عارف إن أنا مضايقك كده. لا مضايقني، نطتك كل يوم والتاني قدامي دي مضايقاني، هديتك المعفنة الجربانة اللي أنت جبتها لي من غير مناسبة مضايقاني، حتى الكلام اللي جواك اللي أنت عايز تقوله لي برضه مضايقني. أنت اتغيرت فعلاً يا إلهام، مش من بره بس، من جوه كمان. وهما الحقك عليا، انا غلطان. اصل انا كنت جاي لإلهام جارتي اللي اتربت على ايدي مش انتي. وعدك ان انا مش هضايقك تاني. انا اسف، اسف. ريلاكس ريلاكس يا باشا، الساونا ده شيء مهم يا وديع. صدق شكلك حلو بلبس الساونا. فاكر اول مره جيت لي فيها يا وديع؟ كنت شكلك مبسوط وزي المفك. ايام بقى يا باشا، الواد اللي كنت جاي لك وعشان تنتج لي مشروع عمري. كان اسمه ايه الفيلم ده؟ سراب القاتل. سراب القاتل. ايوه انا فاكر قريت حاجه الاسم ده هوت، حتى ما فهمتش ده كان فيلم فاشل. هو فين الفيلم ده يا وديع؟ انا فاكر اهو، تلاقيه مرمي في البدروم مع كل حاجه قديمه. قوم فز روح هاته بسرعه وتعالى لي. شفت بقى فوائد الساونا يا وديع؟ معرفهاش. ما تقول ما تقلقنيش. مش عارف. مش عارف ايه؟ مش عارف افرح ولا احزن. ياه للدرجه دي؟ تصور يا الهام، بعد السنين دي كلها احقق حلم عمري واخرج فيلم القديم. يا سلام، وده يخليك تبقى عامل كده بدل ما تفرح وتزقطط وتقول لي يلا يا الهامو عازمك عزومه ملوكي عزومه زواتي في احلى مكان في البلد تقوم تكشر؟ كان نفسي لولا ستهامي هيحقق لي حلمي، بس بشرط الفيلم يفشل. تف من بقك، ربنا ما يجيب فشل. يفشل عشان يخسر عشان الضرايب تسقط من عليه. يعني حلم السنين يا الهام هيبقى كوبري لتهامي. يا عين اختك يا حبيبي. طب وتهامي بيعمل معاك كده ليه؟ ليه؟ ده انت ياما كسبته ملايين الملايين، ده انت عمرك ما قصرت معاه في حاجه.
مصلحته. خلاص بص انت كمان لمصلحتك واعمل فيلمك زي ما حلمت بيه وزي ما انت عايزه. يعني ايه؟ يعني زي ما بيستخدمك استخدمه انت كمان، والشاطر اللي يضحك في الاخر. انت شريرة بقى. عمري اوعى تقول كده، ده حتى تهامي بالعكس انا متمنى لهوش غير كل حب، قصدي كل خير يعني. لكن انت اخويا، عارف يعني ايه اخويا؟ يعني من لحمي ودمي. ده انت يا وديع الدهر اللي انا بتسند عليه في الدنيا القاسيه دي. احنا ملناش الا بعض. ايوه يا وديع، اوعى تكون نسيت. ايه اللي عامله في نفسك ده؟ ده انا ما عرفتكش. انا تعبت، عملت مقابلات في كل مكاتب الريج اللي في البلد، لفيت مسارح الدوله مسرح مسرح، رحت الفرق المتجوله. ايه الفرق المتحوله دي؟ حتى نادي النقابه رحته، مفيش فايده، مش لاقي حد يلعب دور البطوله. وديع ما تقمطهاش قوي كده، شوف لاي حد من الكومبارس اللي انت قابلتهم، خلينا نخلص. كومبارس؟ مفيش غيره، حماده مشاهد. صدق انت كده حطيت رجلك على اول طريق الفشل. روح يا شيخ، الله لا يكسبك. اوكسنا يا رب. اكشن يا بنت، ما تحبكهاش امال، ما كل الشباب اليومين دول جالبين عربياتهم شقق مفروشه. والنبي انت عسل، ما تجيب لي احسن. حلو قوي الجو ده، نزل يا امور. جو يا باشا، في ايه غلط؟ لا مؤاخذه، ده اسمك ايه يا روح امك؟ انزل يالا. كات كويس يا حماده، لو عملت اللي جاي كويس هديك التوك توك ده هديه. استاذ وديع، انا كنت متكلم على التوك توك ده. لا بجد، تسلم ايدك يا الهام. بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري. ميرسي. نختم بقى بام علي عشان نبقى خلصنا كل الكلام. ولا ام علي ولا ام كوثر، انا خلاص فاضل لي دقيقتين وهتصل بالاسعاف تبعت لي حقنه شرجيه. وفيها يا الهام، انت بتغذيني ولا بتعذبيني يا ماما؟ اعذبك؟ ما تقولش كده. خدي خدي عايزه. اوعى ايدي. في ايه يا بت؟ لا يا باشا، انا اكلك اعشيك اطبخ لك لكن حاجه تانية لا. في ايه مهروشه تانية وتالتة؟ انت على طول دماغك حتت شمال كده يا الهام. خدي يا بت، استني موريكي حاجه. بصي جايب لك ايه؟ ودي بمناسبة ايه؟ بمناسبة اللي بتعمليه مع امي. واحنا لسه عملنا حاجة، ده احنا لسه بنقول يا هادي، شفت بقى مين نيته شمال؟
أمي يا إلهام، أمي كنزي. أيوه أنا أمك كنزي، أنا عارفة حبيبتي. وأنت يا إلهام حبيبتنا كلنا. ما أنت كمان، قصدي كلكم في البيت هنا حبايبي قوي قوي. صدقي يا إلهام، بعد العمر ده كله اكتشفت إيه؟ إني بحبك زي وديع أخوك بالظبط. زي وديع أخوك بالظبط. زي وديع أخوك. ودع دع منور لوكيشن يا باشا. عامل لك حته دين بوستر. اوبا بجد؟ طب فرجني، شوقتني. شوف ايه ده؟ ايه اللي ايه الثلاث نقط دول؟ الفيلم اسمه السراب القاتل مش الشراب القاتل. ازعل منك كده يا وديع. النقط دي لمستي في الفيلم. لمسة ايه دي؟ استاذ وديع، استاذ وديع. ايه يا شربيني، في ايه؟ في صحفية واحدة بس عايزة حضرتك بره. صحفية ايه بس يا شربيني؟ ده وقته، ما تسيبني في الهم اللي انا فيه ده. وديع يا حبيبي، ما تزعلش الصحفيين منك، روح شوف عايزة ايه. بس امانة عليك، العلاها في سلسفيل ابو ام الفيلم. خلاص فهمت يا استاذ، هقتلها. خد بس بس، تعال تعال. تقتل مين يا عم السفاح؟ قلت لي اسمها ايه؟ مها عبد الكريم، صحفيه من مجله الفنون. المخرج والمؤلف وديع شرف، انت فينك من زمان؟ ها؟ فينك من زمان؟ معقول ارجع احب واحس تاني زي الاول؟ استاذ وديع. أي يا باشا، بتضرب ليه؟ حرام عليك، ظلم ده، ظلم. اه انت من المعارضه بقى يا باشا؟ معارضه ايه؟ انا غلبان زي كل الغلابه اللي في البلد. انت واللي زيك يا حشرة لازم يتداسوا عليكم الجزمه. يا باشا عادي، احنا طول عمرنا بنضرب وما بناخدش منها غير الجزمه. خلي صوتك العالي ده بقى يا منسك بالمعتقل يا غلبان. اي ابوي، اي الله العظيم تزور، الله العظيم تزور، بحبكم لله يا ظلمه. بحبك يا فيلم. وانا مش مصدق اللي انا شايفه، يعني انا حاسس ان انا حاضن الدنيا بايديا، وانا اسعد واحد في الدنيا دي النهارده. يا مام، يبقى الفيلم ايه؟ عايزك تسجل مع القنوات دي كلها وتقول ان ده فيلم زباله، فيلم مش هيجيب جنيه واحد ايرادات. معاك 1000 جنيه يا مام. على عيني يا باشا. هو ده عشم فيك يا مام. يا باشا انا ممكن اعمل اي حاجه ومع اي حد الا وديع. ده صاحبي وصديق عمري وشاء السنين دي كلها. لما هو صاحبك وشاء السنين، بتضرب الفلوس في جيبك ليه؟ يا باشا بكل الحب ما اقدرش اكسف ايدك. مبروك على الفيلم. كونتراكتوليشن. كونتراكتوليشن فيك وفي اللي جابوك. منك لله يا وديع. انا بضيع يا وديع. منك لله يا وديع. صانع النجوم الاستاذ توامي، نقول مبروك على الشراب. مبروك على الارض يا اخويا. الف مبروك يا الهام. الله يبارك فيك. ما تصورش انا فرحانه قد ايه عشان اخويا وديع اخيرا ربنا كرمه. سمحت تقبل الورده دي مني؟ فعلا فيلم السراب القاتل ده انا ابتديت في كتابته بعد تخرجي المعهد مباشره، وده بالنسبه لي يعني كان مشروع يعني. عمري
صباح الفل يا باشا. انت جيت يا وش البومه؟ بومه؟ ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجه يا اخويا، بس فتحت عليا باب من ابواب جهنم. انا؟ امال امي؟ انا مش فاهم حاجه. فيلمك الزفت اللي جايبينه يخسرنا ويبعد الضرايب عن قفانا طمعهم فينا، وجم دلوقتي يطالبوني بالقديم والجديد. عرفت بقى يا عم النحنوح؟ وانا ذنبي ايه؟ انا عملت لك اللي انت عايزه، ربنا كرم من واسع. ده بدل ما تشكرني اشكرك. روح يا شيخ، الله ينتقم منك، الله ينتقم منك يا وديع يا ابن شرف. قبل ما امشي اسمع مني الكلمتين دول ويا رب تفهمهم. الفيلم كسب كتير وده رزق من ربنا. متعرفش ده رزق مين؟ رزقك، رزقي، رزق الناس اللي اشتغلوا في الفيلم، ولا حتى رزق الضرايب. احمد ربنا وادي لكل واحد حقه، لان رزق ربنا ما بيقفش. رزق ربنا ملوش اخر يا باشا. ايه قصيدة احمد رزق اللي عمال بيقولها لي دي؟ عنك استهانم عنك. حبيبي شكرا. بلا بلا. اودي ايه يا ناقص، انت زعلان مني؟ على كل حاجه نرجع منك. انا جاي افلحك النهارده. خد يا عم. سددت الدرايب؟ غصب عن بوزي اللي جابوني. ايه يا باشا؟ عشان خاطرك انت بس يا وديع. لو مش عايز ادفع، لو الدنيا اتشقلبت والله ما كنت دافع. عموما حصل خير، حصل خير. بس عايز اقول لك على حاجه، نجاح فيلم السراب القاتل ده مش بدالي انا بس، ده بداليك انت كمان. واديك شفت بنفسك السينما المحترمه بتجيب فلوس. صدق عندك حق يا وديع. يلا بقى الحقنا بالجديد يا عم الحلو عشان نعوض اللي راحنا ونرجع ليالي زمان يا وداع. يا باشا يا باشا يا باشا. الو. ايوه انا الهام. المهم انا كنت عايزه اقول لك ان الهديه بتاعتك مش معفنه ولا جربانه ولا حاجه، وان كان على الامراض اللي هي فيها دي احنا ممكن نعالجها. دي احلى هديه جات لي في حياتي كلها يا مام. ألف ألف مبروك يا ستهم، خلعتهولك بالتلاتة. لا لا لا، ما تخافيش، لا سجن ولا حاجة، ده أبو سامية برضك. النبي عاش. النبي اطمنا على السرة. انتوا تاني. مين وديع؟ حشتني كده برضو يا دودو، ما تسألش على فوفا حبيبتك؟ فوفا دي حبيبة الشعب كله مش حبيبتي أنا بس. اهمدي بقى يا شيخة. برنس جوه؟ اه. سلام يا مزز. يا دنيا يا غرامي. باشا. اهلا يا وديع، تعالى. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ايه يا ابني الغيبه الطويله دي كلها؟ ولا حاجه، كنت بكتب الفيلم الجديد بتاعي. كل ده؟ منيا ازيك يا مخرجنا يا عبقري يا عظيم، وحشني قوي يا دودو. الترجع لعشا يا وديع، تعالى حبيبتي. تصدق انت بنت حلال مصفي؟ وديع لسه مخلص كتابة فيلمك الجديد اللي هيرجع مونيا تكسر الدنيا. ايه؟ يا حياة قلبي يا دودو. وريني بقى عبقري كتبت ايه. بص يا وديع، عشان تحافظ على نجاح فيلمك الشراب القاتل. السراب القاتل. ماشي يا وديع، يكون ايه الاسم كده. أحلام مسجلة أداب. وادي أحلى ماهيات. روح أنت يا توتو. إيه رأيك بقى؟ أستاذ.
لو بس النية تصفى وروحك تبقى حلوة واللي عليك تعمله هتلاقي الدنيا أدفى وطريقك خطوة خطوة قادر تكمله. لو بس النية تصفى وروحك تبقى حلوة واللي عليك تعمله هتلاقي الدنيا أدفى وطريقك خطوة خطوة قادر تكمله. Says